السلام عليكم ورحمة الله. أجل في الأول مرحبا بكم في لايف السهرة هذه اللي راهو لايف على المباشر، لأنه جاتني تطمينات من عند ستريم يارد أنهم قدروا يتصدوا لعملية التشويش، فماذا بيا تقولوا لي انتم بعد الى الصوره والصوت راهم واضحين؟ باش هذاك لازم تاكدوا، سينو نرجعوا نديروا كما البارح. البارح كان كلش لاباس لانه درنا تسجيل وعاودنا بثيناه، ولكن الاحسن نكونوا على المباشر. وقبل ما نشوف رد فعلكم حول الصوت والصوره، زين نشوف كل 5 شهور 5 كل شيء مليح بون دونك صافا الامور هي ماشيه بارك الله فيكم. قبل ما ندخل في هذا الموضوع الصوت وكامل، اليوم راح نتكلموا على حملة جمع التوقيعات لمرشح العسكر، وكيفاش راه يتم هذه الحملة، ونتكلموا كذلك على الجزائر تحت الاستدمار بالصور. شوفوا الجزائر كيفاش راهي، نسنا بعد الاستقلال تركت في الشيء اللي خلته لنا فرنسا، اللي بنات فرنسا كاشولا. شوفوا هذا بالصور يعني ما فيهاش، وشوفوا تلامع بالتاريخ ثاني، قالوا تاريخ وتاريخ والذاكرة وما عفسين فيها. فيه أخت يعني هي تسمى وزارة الدفاع التوعوي، تندد بشي تاع مذلة، تاع مذلة وإهانة من طرف سوري، مواطن سوري على كل حال، يقدر يكون جزائري ثاني، مواطن على كل حال، تاجر، قولوا تاجر يهين في الجزائريين والسلطات ساكتة ولا واحد يتحرك. لماذا؟ لأنه هذا السوري على كل حال يتمتع من هذا التاجر يتمتع بسياسة إذلال الجزائري والجزائرية. شوفوها بالصوت والصورة. ومحطة أخرى في العلاقات الجزائرية المغربية مضحكة مؤسفة، مضحكة مؤسفة. مغاربة باش يتم ترحيلهم من الجزائر، السلطة الجزائرية ترفض ترحيلهم، وعلاش؟ لأن الوثائق اللي تجي من المغرب فيها بطاقة المغرب كاملة. نشوف هذا بالتفصيل فيما بعد. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل، تحية للإخوان اللي راهم معنا، حسن دوكار، أمزيان ترشيات، بحراوي لازار، أحمد شريفي، مراد هايوان دخلونا اللي يسبوا هوانا دخلوا ولاد الحرام. الور زويد يقول سا كومونس بروبليم دو سون، ايوا اكدوا لي هذا وين ما بداو يدخلوا الذباب بدا البروبليم دو سون، ذكرونا اكدوا لنا هذا. تحيه الفون دخله ومحمد متقي، دادا دافا، احمد عزت، لو بون سامر فيرجينيا من امريكا، سلامات، مصطفى يتنصور، مصطفى دحماني، ايوبي حسن المهداوي، سليمان شاوش، حسين طالبي من باريس، كريم رشدي، ياسين الوافي، تحية لكم جميعا. رابع خباش، والان عاد نشوفوا هل عاود رجع مشكل الصوت؟ لانه يعني في اخي يقول لي عاود رجع مشكل الصوت. لا، اذا
راه مازال كاين الاخوان يقولوا لك 5 سور 5 20 سور 20 انطالوفا 4 سور 5 ومصطفى رضوان الاخوان كاين با بروبليم دو سوم الملكه من كل جهه يقول لك راهي 5 سور 5 صوت راه مليح التصوير راهي مليحه اوكي درك ما نضيعوش وقتنا في هذا الاخر مادام كلش راه واضح. طيب نبداو بعد هذا ندخلوا بعد جينجل ندخلوا في تفاصيل المواضيع ديالنا.